هل صحيح أن من صلى 6 ركعات بعد المغرب دون أن يكلم أحدا يكون من الأوابين؟ وهل هناك حديث يثبت ذلك؟ صلاة بعد المغرب مطلوبة مشروعة، إلى لو صلى كل ما بين العشاءين من المغرب إلى صلاة العشاء يكون هذا أفضل، وإن صلى ما تيسر له من الأجر بحسب ذلك. صلاة بعد المغرب مطلوبة، ولو صلى كل ما بين العشاءين يكون هذا أفضل، وهذا من صلاة الليل، يدخل في صلاة الليل. أما صلاة الأوابين فالذي أعرف منه أنه صلاة الضحى، قال صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني حينما ينزل حر الشمس على وجه الأرض، وذلك قبيل الظهر.